سواح ألمان اتصلوا بي بواسطة بعض الإخوة وطلبوا مني لقاء معهم لأحدثهم عن الإسلام ولأجيبهم عن الأسئلة التي يطمحون إليها. وإنما الذي أريد أن أقف عنده أن واحدا منهم كان يصغي بدقة ولكنه لا يسأل إلى آخر الجلسة، كان آخرهم سؤالا، رفع يده وقال لي: أنا أطلب منك أن تقول لي 5 كلمات عن الإسلام من الكلمات التي تحبها. نعم. وشعرت أنه يسأل سؤال إنسان ملتاع، هؤلاء ألمان أجانب. نظرت قلت: والله إن هذا سؤال صعب، ولكني أستلهم الله وأقول. قلت الكلمة الأولى: الإسلام هو الهوية التي يعرف من خلالها الإنسان نفسه عبدا مملوكا لله يتحرك في قبضة الله، مبدأه منه ومآله إليه. هذه الكلمة الأولى عن الإسلام. الكلمة الثانية: الإسلام هي الشبكة التي تمتد بعلاقة التعاون بين الإنسان وأخيه الإنسان، فتذيب الأثرة وتحيي الإيثار، وتجعل هؤلاء الناس يتعاونون بدلا من أن يتنافسوا. الإسلام هكذا يصنع. الكلمة الثالثة عن الإسلام: الإسلام هو الحصن للسلام العالمي ضد ما يتهدده. وإنما يتهدد السلام العالمي شيء واحد، هو ظلم القوي للضعيف. الحصن الذي يحمي السلام العالمي من هذا الذي يتهدده هو الإسلام. الكلمة الرابعة: أن الإسلام هو الذي يفرغ القلوب من حب الأغيار ويملأها بحب الواحد القهار. الإسلام هو الذي يجعلك لا تحب إلا واحدا لا ثانية له، لأن الإنسان يحب بدافع من 3 دوافع: إما إحسان، والمحسن الأوحد هو الله، وإما أن يكون سبب الحب هو الجمال، وخالق الجمال والجميل الأوحد في الكون هو الله، وإما أن يكون موجب الحب العظمة والعظيم الأوحد في الكون هو الله. توقفت عند هذه الكلمات الأربع، لم أزد عليهم. كان الرجل يكتب باهتمام بالغ. لماذا يتأثر هذا الإنسان وهو مغموس في بؤرة ظلمات تيارات الغرائز الغربية ولا نتأثر نحن؟